النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. كيف تبدو صورة الوضع المحلي في عطلة الأسبوع؟ قضايا عدة خلف هذه الصورة، ومنها معالجة قضائية وسياسية لراية ساحة ساسين، معالجة إدارية وسياسية لكهرباء بيروت، معالجة متواصلة بكتمان شديد للمخطوفين العسكريين، انسداد الأفق أمام معالجة الأزمة الرئاسية. وكيف تبدو صورة الوضع الإقليمي؟ تطورات عدة حول الصورة الضبابية، ومنها اتفاق خليجي على آلية فض الخلافات مع قطر، اشتداد المعارك في جوبر في محيط دمشق، تواصل المواجهات مع داعش في كركوك، وداعش أعلن ولاية الفرات من القائمة في العراق إلى البوكمال في سوريا، بداية خلاف فلسطيني بين السلطة وحماس، تواصل المشكلة بين صنعاء والحوثيين، استمرار الاشتباكات الميليشياوية في ليبيا. وفي الوضع المحلي المفصل، برز تفاهم الوزير جبران باسيل لتدبير وزير العدل في قضية الراية في الأشرفية، ودعوته إلى الفصل بين داعش والإسلام. وقد شدد الوزير ريفي على الحرص على تفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة، مشددا على حماية المسيحيين وضبط تفلت بعض الإسلاميين المتطرفين. أكد وزير العدل لواء أشرف ريفي لتلفزيون لبنان أنه مدرك بأن داعش تنظيم إرهابي، وأنه بتدبيره تحريك النيابة العامة لم يكن بهدف ملاحقة حارقي الراية في ساحة ساسين بقصد الدفاع عن داعش، وإنما كان الهدف وأد الفتنة في مهدها والحفاظ على العيش المشترك الواحد في لبنان. وكان شبان قد أحرقوا الراية في ساحة ساسين الأشرفية استنكارا لوضع هذه الراية باسم داعش، إلا أن الراية عليها الركن الأول من الإسلام، وهذا ما دفع وزير العدل إلى إطفاء نار الفتنة الطائفية. وفيما طلب الوزير ريفي تحرك النيابة العامة، صدر العديد من ردود الفعل التي تعارض ذلك وتعتبر حرق الراية أمرا طبيعيا. واتصل الوزير جبران باسيل بالرئيس تمام سلام والوزير ريفي داعيا إلى عدم اتخاذ أي إجراء بحق الشبان الذين أحرقوا الراية. ووسط ذلك قال مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار إن حرق الراية في ساحة ساسين تصرف فردي، ونستنكر التعرض للرموز الدينية لأي جهة انتسبت، ونترك للقضاء أن يقول كلمته. وفي وقت لاحق أعرب الوزير ريفي عن ارتياحه للتفاهم الذي أبداه الوزير باسيل، وقال إن التدبير الذي اتخذه حماية للمسيحيين وللعيش اللبناني الواحد. وكان الوزير باسيل قد دعا إلى عدم الخلط بين الإسلام وداعش، وبين راية الرسول وراية داعش، لأن الإسلام هو أبعد شيء عن داعش، كما طلب من المسلمين عدم الخلط بين الخاطفين والمخطوفين وبين قاطعي الرؤوس حيث تتوجب الملاحقة لقطع الإرهاب، وبين حارقي الأعلام حيث لا يجوز أكثر من لفت النظر للتمييز بين العالمين. مشكلة كهرباء بيروت مكانك راوح. المؤسسة أشارت إلى أن العمل لا ينتظم من خلال الدخول الانتقائي إلى المبنى، وقباني يؤكد أن استعمال أهل العاصمة رهينة لن ينجح. لم يحضر موظفو مؤسسة كهرباء لبنان صباح السبت إلى المؤسسة في كورنيش النهر لأخذ المعدات لتصليح عطل محطة اليونسكو التي تغذي القسم الأكبر من مدينة بيروت، بعدما فتح المياومون البوابة البحرية للمؤسسة. في هذا السياق أكد رئيس لجنة المياومين لبنان مخول أن لا دخل لهم بعطل اليونسكو، مشيرا إلى أنهم منذ اليوم الأول للمشكلة ناشد المياومون الموظفين الحضور لأخذ المعدات من أجل التصليح. أحد المندوبين المفادين من قبل النائب محمد قباني أكد أن التسلم والتسليم كان يجب أن يتم بين 9 و10 صباحا، مشيرا إلى أن قباني اتصل به طالبا منه تمديد فترة الانتظار كي يتم استلام المعدات. المؤسسة وفي بيان اعتبرت أنه لا يمكن أن ينتظم العمل في الشركة من خلال الدخول الانتقائي إلى المبنى المركزي وبإذن مسبق من أشخاص يقومون باحتلالها، لكن النائب محمد قباني وصف في بيان موقف إدارة المؤسسة بالسيء والذي ربما يكون مطلوبا من سواهم، لافتا إلى أن استهداف العاصمة واستعمال أهلها رهينة للعتمة لن ينجح مع أهل بيروت الذين لم يركعوا أمام من حاصرها وغزاها. من جهة ثانية أعلن المياومون جبهة الإكراء أن اتهامهم بمشاكل التقنية وانقطاع الكهرباء في معظم المناطق اللبنانية حجج واهية لتغطية فشل السياسات الخاطئة في هذا القطاع، لافتين إلى أن معظم الأعطال المختصة بعملهم يتم تصليحها وبسرعة فائقة. حلق الطيران الحربي السوري بكثافة فوق جرود عرسال وقصف مواقع المسلحين على طول الحدود الشرقية.
احتجاجا على استمرار خطف العسكريين، قطع اهالي العسكريين من ابناء فنيدق وتكريت ومشحى في عكار الطرق منذ الصباح الباكر على اوتوستراد العبدي، ودعوا الى حل سريع لهذا الملف الانساني. الله اكبر، الله اكبر. انا ابني الوحيد يا عالم، الله فوقه بالارض يا عالم، ما عندي غيره يا عالم. وصلنا لنعيش، لنعيش بكرامتنا وشهامتنا، وابن دالي والدالي بتدافع عنا، بدنا نضل بالداله. وبقاعا بعد اللوي كذلك في بعلباك، قطع أهل العسكريين المخطوفين طريق رياق بعلباك الدولية بالاتجاهين أمام فصيلة درك طلبة، احتجاجا على استمرار خطف أبنائهم. عم يهددوا بالقتل وعم يهددوا بكل شيء. يعني هلا بدي ابني هو رفقاته قبل اليوم قبل عبكرة، ما بدي منه شيء، بس يبعثوا لنا اولادنا بخير وسلامه. ما بدنا حدا من لا من راسه ولا شيء، بدنا اولادنا لا اكثر ولا اقل. برا بدهم يذبحوه هون، نحن اذا بعد 24 ساعه ما بيكونوا درك وجيش برا. بدي الدولة الله بيعلم من عندك. ابني شو اسمه؟ عباس مدمش. ما في شيء عم يثبت انه الاولاد الشباب بيطلعوا بأقرب وقت او في حدا عم يطمن الاهالي او شيء. نحن اللي بدنا اياه من اهل عرسان اللي بنعتبرهم بعدنا اخوتنا وجيراننا وحبايب قلبنا وحبايب قلب الناس كلها، انه هودي يتساعدوا. في ناس عم تطرح حالها للمساعده بعرسان تساعد، يبينوا بس يساعدوا مع الدوله، يبينوا هالولاد هالشباب وين مخطوفه وينهم. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن هشام جابر أكد في حديث لتلفزيون لبنان أن منطقة عرسال جرح مفتوح ينذر بتطورات خطرة في مقابل إمكانات محدودة للجيش، وإرهابيين لا منفذ لهم سوى عرسال والبلدات المجاورة. قدر عرسال الجغرافيا وقدر لبنان بجيشه وبإمكاناته المحدودة أن يتصدى لمجموعات إرهابية وجدت في جرود عرسال منفذا لها بعد ضغط قوات الجيش النظامي السوري عليها في القلمون، ما يوحي بأن الجرح مفتوح منذرا بتطورات خطرة. الجيش اللبناني تصدى لهم بإمكانياته المحدودة، برجع بقول الجماعة مقاتلين من الدرجة الأولى يقاتلون بناء لقناعة وعقيدة قتالية، مسلحين تسليح كتير متطور ومدربين تدريب جيد. بنهاية المطاف خرجوا من عرسال باتجاه الشرق، إنما بقيوا داخل الأراضي اللبنانية، يعني في المنطقة الفاصلة بين عرسال وبين الحدود السورية. ليش؟ خليني يكون واضح، صار في نقد للجيش كيف ما دخل عرسال وسمح لهم من الخروج. لا، أنا بقول الجيش تصرف بشكل ممتاز جدا، لأنه لا يمكن لأي جيش مهما بلغ من القوة العسكرية أنه يفوت على مدينة فيها 120 ألف إنسان، 40 ألف لبناني و80 ألف نازح سوري، ويخوض حرب شوارع مع آلاف من المسلحين في هيك منطقة جبلية وعرة جدا. ما بيقدر الجيش فعلا يتحرك بإمكانياته المتوفرة حاليا. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن هشام جابر رأى وجوب تفعيل التعاون العسكري مع سوريا في إطار المعاهدة الموقعة بين البلدين للقضاء على تلك المجموعات. هذه المجموعات أنا برأيي باقية تهدد عرسال في أي وقت، ما عندها خيار إلا أن أو تعود إلى عرسال صفوفها، وهون الكارثة ستكون هناك كمان معارك طاحنة، أو أنهم ينتقلوا إلى حيث أتوا، مثل ما قالوا حيث أتوا يعني كانوا بشمال عرسال وما لحبوا كتير، يمكن أنهم يقوموا بأي وقت بعملية اجتياح لإحدى القرى الممتدة شمالا. أما عن قضية العسكريين المأخوذين لدى المسلحين الإرهابيين، فقد كان تأكيد من العميد جابر أن الحل هو دبلوماسي في الدرجة الأولى. يجب أن تتحرك الدولة اللبنانية بالعمل الدبلوماسي على أعلى مستوى، ومش الجيش، الحكومة اللبنانية مع قطر وتركيا، لإطلاق
العسكريين المخطوفين فورا وبأسرع وقت ممكن. هلأ المبادلة مع الموقوفين أنا بعتقد هيدي بتضرب أولا القضاء بالصميم، وثانيا بتضرب معنويات الجيش. ونحن إذا استجبنا لهذا الطلب، شو رأيك خلصنا هؤلاء الأسرى المخطوفين، وساعتها بيقدروا بأي وقت كان حتى لو كان عسكري رايح على بيته بيخطفوه كمان وبيفوضوا عليه. ويبقى أنه على الشعب اللبناني أن يتضافر بكل فئاته لمؤازرة الجيش في مهماته ضد المجموعات الإرهابية. النائب نديم الجميل يعتبر أن إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية هرطقة دستورية، والنائب نميل الأولى يقول لتلفزيون لبنان إن مجلساً ممدداً له لا يمكنه انتخاب رئيس. اختلفت الآراء بين الفرقاء السياسيين على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية قبل أو بعد الاستحقاق الرئاسي، ولكل فئة تبريرات وحتى أهداف. عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل وصف إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية بالهرطقة الدستورية. هو بالمبدأ هي هرطقة بحد ذاتها، لأنه اليوم ضروري نحافظ على الاستحقاق الدستوري بموعده كيف ما إجا. هلأ اليوم عم بيطالبوا بانتخابات نيابية قبل انتخابات الرئاسة، بينما هي مفروض تكون العكس بالواقع. عم بيطالبوا فيها بهذه الطريقة لأنه معتقدين أنه بحصول انتخابات نيابية بتشرين ممكن هيدا تغير المعادلة والإكليبريا اللي موجود ضمن البرلمان اللبناني، لا يقدروا هن ياخدوا الأكثرية ويقدروا يوصلوا إلى انتخاب رئيس جمهورية من مصلحتهم. هلأ هيدي حسابات سياسية، ولكن دستوريا هيدي هرطقة بحد ذاتها. لازم اليوم يحصل انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، لازم اليوم يصير في انتخابات رئيس جمهورية كان المفروض تصير قبل 25 أيار ولازم تصير بأسرع وقت، ومن ثم بنعمل انتخابات النيابية بموعدها كمان. النائب الجمي لفت إلى أنه إذا رفض المسيحيون التمديد للمجلس فالتمديد لن يمر، ورأى أن حزب الله لا يريد العماد عون رئيسا للجمهورية. بس واضح انه ما بده اياه، واذا لا كان من زمان يمكن انطرح ميشيل عون بغير طريقه وتسوق لميشيل عون بغير طريقه. في المقابل عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل الاولى لفت الى ان المجلس ممدد له، وبالتالي كيف سيستطيع انتخاب رئيس جديد، وبالتالي ايضا فان شرعيه النواب مطعون بها، ونحن على جهوزيه تامه لاجراء الانتخابات النيابيه، معتبرا ان نبض الشارع بات اليوم ضد الفريق الآخر. لا مسنة ونص نحن بجهوزية تامة لحتى تصير الانتخابات النيابية، رغم أنه كنا مفضل أنه هالانتخابات النيابية تكون على قانون انتخابي جديد ممكن أن يغير بالدم المجلس النيابي، لأنه اليوم أكيد الانتخابات اللي رحنا على قانون الدوحة ما رح تتغير كتير الوضع بشكل كتير كبير يعني، ولكن نحن جاهزين لأي قانون انتخاب أنه نقوم فيه. هلأ بالنسبة للفريق الآخر أنا متأكد أنه لا منهم جاهزين. وعن عدم ترشيح حزب الله للعماد ميشيل عون حتى الساعة، قال النائب الأولى: حزب الله يؤيد الترشيح وليس هو من يرشح، نحن منسمي المرشح لأنه نحن الفريق المسيحي اللي مفروض هو بالنهاية هو أنه يسمي إذا عم نحكي بالشراكة الحقيقية وبالمناصفة الحقيقية. منذ 32 عاما استطاع مجلس نيابي كان مضى على انتخابه أكثر من 10 سنوات انتخاب رئيس في وطن شلعته الحروب. اليوم وبعد 32 عاما يقف المجلس النيابي اللبناني الحالي عاجزا عن انتخاب رئيس في ظل تعنت البعض وطموحات البعض الآخر وفي ظروف إقليمية تحيط بلبنان. الوضع الفلسطيني لا سيما الوضع في غزة عرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من حركة حماس برئاسة القيادي في الحركة وزير الأوقاف السابق إسماعيل رضوان، الذي أطلع رئيس المجلس على الأوضاع الإنسانية ومستوى الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن انتصار غزة إنما هو انتصار للقدس ولفلسطين ولحق العودة. أكدنا كذلك على ضرورة دعم لبنان الشقيق للأوضاع الإنسانية الإغاثية العاجلة في قطاع غزة،
وبذل دولة الرئيس الجهود لأجل السماح باستمرار فتح معبر رفح وتدفق المعونات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وكذلك أكدنا على حرصنا على توحيد الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، وأكدنا على أننا مستمرون بالحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني. رئيس الحكومة تمام سلام التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق وبحث معه الأوضاع الأمنية وآخر المعطيات المتعلقة بملف أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي المحتجزين. كذلك التقى الرئيس سلام في المصيطبي بعد الظهر نواب عكار ووفدا من أهالي العسكريين المحتجزين. وزير المالية علي حسن خليل التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان دريك بلامبلي الذي أشار إلى أن استقرار لبنان هو أهم المجموعة الدولية مؤكدا دعمها للبنان في ظل هذه الظروف التي يمر بها. إنشاء صندوق للإنماء وتفعيل وكيف ممكن نقوم بمساعدة لبنان بأسرع وقت ممكن، يعني في علاج التحديات الموجودة. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف زريان تناول التطورات مع السيد علي محمد حسين فضل الله الذي شدد على وجوب التكاتف لمواجهة كل الأزمات، حيث نشعر برحابته انفتاحه بحرصه على الوحدة الإسلامية، بحرصه على العلاقات الإسلامية المسيحية، بحرصه على أن تبقى صورة الإسلام نقية صافية، وأن يكون مستقبل الإسلام مشرقا في مواجهة كل هذا الواقع الإلغائي الإقصائي الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة، حيث لا يمكن أن نواجه التحديات الكبيرة التي تواجه هذا البلد إلا بالوحدة، وأيضا بحل كل المشكلات التي نعاني منها سواء كانت على المستوى السياسي، حيث التعطيل لا يزال سمة الواقع السياسي في كثير من مواقعه. من البابلي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض شدد على أهمية الحوار لإخراج البلاد من الحلقة المفرغة في كل المجالات خصوصا في ظل تغير المناخات الإقليمية إيجابيا. فياض شدد على دعم الجيش علما أن هناك تحول كبير في المواقف الدولية والإقليمية، معظم القوى الإقليمية الآن بدأت تعيد حساباتها تجاه الظاهرة التكفيرية، والسبب في ذلك أن هذه الظاهرة انتفضت مبكرا على من يغذيها وعلى من يوظفها وعلى من يؤيدها في سبيل حساباته وفي سبيل معاركه العبثية وغير العبثية. لذلك البلد يحتاج إلى مناخات تهدئة ومناخات حوار ومناخات تواصل، والأرضية التي نقف عليها جميعا هي أرضية لا تحتاج إلى كثير نقاش ولا تحتاج إلى أنضاج، تحتاج إلى أن نلتف حول جيشنا الوطني الباسل الذي يخوض بدوره معركة الدفاع عن هذا الوطن، ونحتاج إلى أن يتآزر جهدنا جميعا في سبيل تعزيز قدراته كي يكون قادرا على القيام بدوره كاملا. نحن نحتاج إلى أن نتعاون جميعا، شعب كشعب كجيش كمكونات سياسية وطائفية في سبيل أن نحمي هذا الوطن. الوزير أكرم الشهيب شدد على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى دعم الجيش والقوى الأمنية، وإذ أشار إلى أن موضوع عرسال جرح مفتوح لفت إلى أننا يمكن مواجهة الإرهاب بالتعاون وعبر المؤسسات. رغم الظروف القاسية الكبيرة التي تمر فيها المنطقة وما يجري من حولنا، يعني نحمد الله أن الوضع في لبنان ما يزال هناك بيئة حاضنة داخليا وخارجيا للأمن في لبنان والاستقرار في لبنان. إنما هذا مطلوب منا تضامن أكثر، التعاون أكثر، الانفتاح أكثر، الحوار أكثر، والتواصل أكثر، وحماية المؤسسات الرسمية
انتخاب رئيس الجمهورية، فتح مجلس النواب، حماية الحكومة من أجل تثبيت الأمن من خلال دعم المؤسسات الأمنية كما قلت. صحيح أن هناك أخطار محتقة، إنما أعتقد أن وعي الطبقة السياسية بهذا الظرف يتطلب حوار مفتوح، يتطلب العودة إلى المؤسسات، ويتطلب أكثر من ذلك كما قلت كل جهود لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. ولم تنتهي قضية عرسال، إنما كما قلت نستطيع أن نواجه عرسال كما واجهنا التفجيرات الأمنية الإرهابية بالأمن الوقائي، وأيضا عرسال من خلال يعني تدعيم الجيش، ومن خلال رؤية مشتركة، وحدة الشعب اللبناني، وحدة القوى السياسية بمواجهة الإرهاب. في عنا عدوين اليوم، إسرائيل والإرهاب التكفيري. المزيد من الأخبار العربية والدولية بعد الفاصل. أحييكم مجددا. في جدة، وزراء خارجية الخليج وضعوا آلية لإنهاء أزمة قطر وبحثوا في الملف اليمني. عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة اجتماعهم الاعتيادي تخلله الاتفاق على وضع آلية لإنهاء الأزمة مع قطر. وأوضح وزير الخارجية الشيخ صباح بن خالد الصباح في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على وضع معايير لتنفيذ الالتزامات لاستكمال المسيرة الخليجية، والدول الست اتفقت على آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات بينها. وأضاف إن دول الخليج راغبة في إزالة العوائق من أمام العمل الخليجي المشترك، وأن عودة سفراء دول الخليج الثلاث إلى الدوحة قد تكون في أي وقت. من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن الاجتماع ناقش قضايا مهمة إقليمية وعربية ودولية، وعلى وجه الخصوص الوضع في العراق وسوريا وغزة واليمن. وأكد الزياني مساندة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن والحرص على المسار السياسي هناك، ورحب بتعيين مفد خاص لمجلس التعاون إلى اليمن. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال استقباله عددا من السفراء المعتمدين في المملكة حذر من أن خطر الإرهاب سيمتد إلى أمريكا وأوروبا في حال لم يتحد العالم في محاربته. شن مسلحون من المعارضة السورية هجوما على كتيبة فلبينية تابعة لقوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان، حسب ما أعلن وزير الدفاع الفلبيني فولتير غازمان. وكشف غازمان أن المواجهات اندلعت في وقت مبكر من صباح السبت، إلا أنه لم يشر إلى سقوط ضحايا في صفوف القوات الفلبينية التي كانت قد تعرضت أيضا قبل أيام لهجوم مماثل. وكان مقاتلون من المعارضة السورية قد احتجزوا الخميس 44 من قوات حفظ السلام من فيجي، وأعلنت الأمم المتحدة أنها تجري مفاوضات شاملة لضمان الإفراج عن جنودها الدوليين الذين يعملون على مراقبة وقف العمليات العسكرية بين سوريا وإسرائيل. بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية برية واسعة لاستعادة السيطرة على ناحية أمرلي المحاصرة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد. وفي وقت سابق قصف الجيش العراقي بالطائرات والمدفعية 3 قرى في محيط أمرلي، حيث استهدف أماكن يتمركز فيها مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية. في غضون ذلك قتل وأصيب عشرات الأشخاص في قصف للقوات العراقية استهدف مدينة الفلوجة. من ناحية أخرى قتل 13 عراقيا من بينهم 6 جنود في انفجارين جنوب بغداد في مدينة اليسوفية وفي مدينة اللطيفية. أفادت مصادر ليبية بوقوع عشرات القتلى من جماعة أنصار الشريعة في بنغازي بعد اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي ومقاتلين من الجماعة. وذكرت منظمات حقوقية محلية أن أكثر من 50,000 عائلة نزحت أو تم تهجيرها من العاصمة طرابلس بسبب تفاقم العنف والخوف من التعرض للقتل أو الخطف على الهوية. في بروكسل تحضر الأزمة الأوكرانية في أولويات المداولات في اجتماع رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي، بعدما دخلت أزمة المواجهة في أوكرانيا مرحلة أخرى من التصعيد مع إعلان كييف قرار إلغاء وضع أوكرانيا كبلد محايد وتوجهها لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي والذي عارضته روسيا دائما. ولقد أكد الأمين العام للحلف بعد اجتماع طارئ في بروكسل أن الحلف سيحترم قرار كييف التي طالبت أيضا بالحصول على أسلحة لمواجهة القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو في الشرق. كما أيد عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي في خلال الاجتماع غير الرسمي التحضيري الذي عقد أمس. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، ملتقانا يتجدد عند 11:30. إلى اللقاء.